دلوقتي عايزين بقى نتكلم عن موضوع مهم بعنوان الـ placement of rubber dam and perfect seal, how to gain perfect seal, how to manage deep cares, ازاي برضو تعرف نعمل isolation للحتت اللي بتكون فيها deep cares وبتحتاج deep marginal elevation. تعالوا كده مع بعض نراجع حاجات قلناها ونخش في الموضوع. انا مثلا هشتغل هنا على الابر رايت 5. الابر رايت 5 لو ركزنا قوي وبصينا هنلاقي انه في ديب كيرز تحت مستوى سب جنجيفال, تمام. وهنلاقي كمان ان احنا عندنا في سبيس ما بين الكناين والفور وما بين ال7 وال6. فافضل طريقه زي ما قلنا بلاش نستخدم الاندكس ولكن نحط الرابر شيت, نحطه سنترلايزد على المكان اللي هشتغل فيه ومساعدة الاسيست نبتدي نعلم في النص. فبالتالي هقدر كده الاماكن اللي بتكون واسعه تتقفل كويس بالرابر ده. طيب اخترنا الكلامب بتاعنا وعايزين نقول ان في حاجات قبل ما ابتدي اعمل بليسمنت للرابر شيت لازم اكون واخد بالي منها في الاول. زي ايه؟ اختار الكلامب بتاعك في الاول, بلاش تيجي تقول مثلا ده مولر فلازم يبقى هو الكلامب الفلاني هو ده الكلامب اللي اكيد لازم هيخش فتيجي تحطه في الرابر دام بتاعك وبعد كده تيجي تخش انتر اورال فتلاقيه مش داخل كويس فيقعد ينط منك فالبيشنت يكره الرابر دام. زي ما اتفقنا انت مرايت او البيشنت هو مرايتك, فبالتالي لازم اكون مختار الكلامب من الاول صح. تاني حاجه عايزك تختبر الكونتاكت, لازم يكون معاك فلوس وتيجي في الاول خالص تنزل بيه في كل مكان تشوف هنا الكونتاكت اخباره ايه. لا ده هنا واسع, هنا الكونتاكت بينزل, هنا تايت مش عايز ينزل, هنا في ريستوريشن قديمه محتاجه تتشال الاول عشان اعرف انزل او هعمل سبليت دام في الحته دي. فلازم الفلوس من الاول تبقى عارف انت داخل على ايه, ما تجيش تتفاجئ بعد كده لما تيجي تدخل الرابر دام بتاعك. فدي خطوة مهمة جدا لازم تتعاون في الأول. يبقى بختار الكلامب, بستخدم الفلوس, وأخيرا لو عندي ديب كيرز لازم أبتدي الأول أعمل حاجة اسمها ديب مارجن أكوزيشن دي إم إيه. يعني إيه؟ يعني لازم المارجن بتاعي أظهره. المارجن بيكون يا إما عليه أوفر جروس من الجنجفا او بيكون في كارز, فلازم الاول اشيل الجنجفا الزياده دي اللي هي بتكون الانتر دنتال بابيلا. ومش لازم انزل اخش اشيل الانتر دنتال بابيلا كامله, لا عايز بس اشوف المارجن فبشيل الجنجفا اللي حوالين الايه اللي حوالين المارجن بتاعي باستخدام السيرما كاتبير. طيب شلت الجنجفا الزياده وبعدين بجيب اللونج تشانك راوند ستون وابتدي اشيل الكارز اللي موجود على المارجن. كل ده انا لسه ما ركبتش رابر دام, كل ده في الاول. واوعى تحاول ان انت بالستون تخش ناحيه البلب, هتدخل هتعمل ليكج ممكن يحصل كيرز كده انا الرابر دام ما بقاش فيه فايده. فانا عايزك بس تنظف ناحيه الايه؟ ناحيه المارجن براون لونج شانك راوند ستون صغير. طب كده انا شلت الاكسس جنجفا ونظفت المارجن, يعني المارجن بقى ظاهر ليا. دلوقتي اجي اقول لك اختار الوجه المناسب. وهنا غالبا في حالات الديب مارجن اليفيشن او الديب كيرز مش اي وجه بيمشي معاك, لازم تكون وجهات خاصه. وارشح لكم الوجه ده من بايو كلير اسمه دايموند ويدجز. دايموند ويدجز دي بتكون معموله بديزاين انها بتكون نازله بكيرفيتشر للديب كيرز وبتكون فيها ريليف عشان خاطر ما تحتاجش تشيل كتير من الجنجفا او الانتردنتال بابيلا. واخدين بالكم من الريليف ده؟ طيب ببتدي الاول اختار الوجه بتاعي واتاكد ان هو كويس وعامل سيل حلو, وعامل سيل حلو زي ما انتم شايفين ممتاز جدا. يبقى انا كده كمان اخترت مين؟ الوجه المناسب بتاعي. هاجي دلوقتي لمرحلة الرابر دام.
وليكن هنا اول تكنيك ان انا هدخل الرابر دام مع الكلام بعد كده بعمل ايه؟ بعد ما دخلت انا معلم على 7 6 5 4 3 طيب لو انا حاولت دلوقتي ودي غلطه بيقع فيها ناس كتير اخش بالترتيب عايز اخش على ال 6 الموضوع يبقى صعب وممكن يتقطع مني ويبقى صعب جدا وما نبدا بايه؟ ابدا بال 3 ابدا بال 3 الاول يبقى ابدا بابعد حاجه طيب دايما بناخد الثري في حد يقول لك طب ما تقف عند الفور ما احنا هنشتغل على الفايف فيفضل ان انت تقف عند الثري وحتى لو هتشتغل على السكس اقف عند الثري لان الثري او الكناين واخد كورنر اوف ذا ماوس فاللفه بتاعته دي حلوه قوي لما تحط الرابر دام ما بيطلعش يعني انا هنا مش محتاج احط كلامب تاني قدام لا مش محتاج ودايما خلي القاعده الاساسيه بتاعتك على حسب كاستمايزيشن يعني انت لو لقيته بيطلع حط كلام طب ممكن احط حاجه تانية ممكن تقطع حته من الرابر دام في حته بعيده مستغني عنها وتقوم شددها كده اهو وتقوم حاططها هنا بالمنظر اللي انت شايفه ده يبقى انت كده اطمنت انك عامل انكر تشين وفين بوستيريور وانتيريور تاني خطوه ما تستعجلش وتيجي تخش هنا في المكان بتاعك، ما تستعجلش، ناس كتير بتستعجل، ما تستعجلش، أمال عايز نعمل إيه؟ تعالى الأول لو أنت الكلامب بتاعك ليه ونجات، ابعد الشيت من عليه. أنت كده بتدي براحة، تمام؟ طيب، فبالتالي هنا تقدر تخش بعد كده، ابدأ برضو من بعيد. بلاش تبدا من 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 قرب الكلام ابدا من بعيد زي ما انتم شايفين البولد بليتد بتساعدني في ان انا اتحرك وبعد كده لازم مساعده الاسيست عشان تشد لي الرابر ده واجي انا بالفلوس يعني حد يمسك كده وانا اجي بالفلوس وانزل في تركاية لذيذة ممكن تعملها زي ما انتم شايفين كده عملت الفلوس دبل وبعد كده انزل طيب ما تحاولش دلوقتي تعمل انفيرجن او اي حاجة انا عايزك تدخل بس الرابر ده من الاول كله كويس هاجي هنا للنقطة الاخيرة اللي عندي في المكان الشغل باجي برضو ممكن بالفريم بالجولد بليتد بتاعته الرفيعة احاول ان انا ابعد الرابر دام وبعد كده الاسيست بتشد لي الرابر دام بعد كده باجي بالفلوس بتاعي واجي برضو احاول انزل الرابر دام تمام كده جميل ولكن لسه ما خلصتش انا كده عندي لسه ليكج الليكج ده ممكن يكون فين وفين الليكج ده ممكن يكون ناحية الكلام وممكن يكون ناحية المكان اللي أنا شغال فيه اللي هشتغل فيه اللي فيه ديب كيرز اللي احنا نضفناه ناحية المارجن وممكن يكون حوالين السالكس طيب فأنا محتاج أعمل كذا حاجة أول حاجة لازم الكلام بتاعي أعمل في حاجة اسمها روكينج يعني إيه روكينج؟ يعني أنا عايز أخلي مش الكلامب هو اللي لامس السنه، انا عايز الرابر دام هو اللي لامس السنه بعد كده الكلامب عليه. فبجيب الفورسبس واجي افتح الكلامب بتاعي بس ما افتحوش كده مره واحده، لو فتحته مره واحده بكل وبلتل الرابر دام ممكن يطلع ويفك كل حاجه ويبقى الموضوع سخيف. لا، المفروض اعمل ايه؟ بفتحه بكل بس ركزوا معايا كده شايفين؟ بكل بس وسالت بلتل، بلتل ساند زي ما هو. فلما عملت كده الشيت بيخش يلمس مين؟ يلمس السنه وقوم قافل عليه.
بعد كده اقوم فاتح لي فاتح من الناحيه الثانيه بلتل بس، وبكر قافل اهو، شايفين بكر لامس السنه وبلتل اهو اللي فتح، فالشيت يقوم داخل لامس بلتل واقوم ايه قافل عليه. تمام، بكده اكون عملت حاجه اسمها روكينج. طيب هاجي تاني حاجه عايز اعمل انفيرجن. الانفيرجن يعني ايه؟ يعني عايز ادخل الرابر دام، الرابر شيت عايز اخليه يخش يلف حوالين الجينجفا، فري جينجفا يخش في السالكس. طب بتتعمل بايه؟ اول حاجه بالفلوس. باجي باستخدام الفلوس او نازل كده، لما بنزل بسحبه في اتجاه واحد بس، يعني بلاش انزل واطلع كده، لا انزل واسحب في اتجاه واحد، انزل واسحب في اتجاه واحد، انزل واسحب في اتجاه واحد. طيب هل دي بنسبة 100% هتعمل لي انفيرجن صح؟ لا، لو ركزنا هنلاقي انه هنا مش داخل كويس برضو، مش عايز يخش كويس. فلازم يكون معايا زي ما قلنا في الادوات جولد بليتد رفيعه، يكون الثيكنس بتاعها 0.2 او 0.3، رفيعه جدا. لو معاك جولد بليتد تخينه مش هتسد معاك خالص. فخليك دايما جولد بليتد رفيعه، وتحاول تيجي تعمل ايه؟ انفيرجن زي ما انتم شايفين كده معايا. بكر وبلتل نفس الفكره. فبكده تقدر تكون عملت ايه؟ انفيرجن، بحيث ان ما يحصلش ليكج خالص، تكون عملت بيرفكت سيل. طيب بعد كده هيبقى لي بقى الحته الصعبه لناس كتير بتسال عليها، الحته اللي هي في الديب كيرز. الحته دي دايما يا اما بتطلع لي فلويد او دم او بليدنج، او لو بعمل مثلا اندو او اريجيشن هتلاقيه الصوديوم بيعدي منها. فالحته دي اقفلها كويس ازاي؟ احنا اتفقنا عملنا في الاول ديب مارجنال اكوزيشن، تمام، فشلنا الاكسس جينجفا وشلنا الكيرز من المارجن، واخترنا الرابر دام صح، عملناه بالطريقه اللي اتفقنا عليها اللي هي طريقه ايه؟ اللي احنا عملناه مش باندكس، عملناه انترا اورال وعلمنا. فبالتالي لو ركزنا هنلاقي الشيت مالي الدنيا كويس، الشيت مش قصير او حاجه، الشيت مالي الدنيا حلو. تمام، هاجي بقى وانا مختار الويدج بتاعي من الاول، باجي بايدي الشمال بفرد الرابر دام كده اهو. كل ما بحاول افرد الرابر دام كده اهو، اللي بيحصل حته الشيت اللي جوه دي بتبقى رفيعه اكتر، فبتساعدني ان انا اعرف ادخل مين الويدج بتاعي. بعد ما دخلت الويدج بتاعي بقوم سايب ايدي الشمال، يقوم الرابر تاني راجع ومقفل لي الدنيا كويس قوي. فدي من الحاجات اللي بتبقى صعبه شويه، الحاجات الديب كيرز، ولكن بالطريقه اللي بقول لك عليها، انك تكون مختار الويدج من الاول صح. بعد ما تكون عملت ديب مارجنال اكوزيشن، يعني شلت الجينجفا والكيرز اللي على المارجن، ساعتها لما تيجي تركب الرابر ده الموضوع بيبقى سهل ولطيف بالطريقه اللي قلت لك عليها دي. سبورت بايدك الشمال وتدخل الايه؟ الويدج بتاعك. واوعى تنسى الرابر دام تكون معلمه في الاساس بالطريقه اللي قلنا عليها، انها تكون انترا اورال وليس باستخدام الاندكس. دلوقتي انا عايز اختبر بقى البيرفكت سيل اللي انا عملته. قبل ما اختبره هقول لكم على تريكه لذيذه قوي. واحنا شغالين المايه بتاعتنا كلها بتقع وبتغرق البيشنت. طب ايه رايكم لو نعمل حاجه اسمها ريزرفوار؟ يعني ايه؟ يعني باجي اقوم الاكسس اللي من هنا ده التاني كده، وجايب
الشيت بتاعي من تحت كده، واعمل نفس الحكاية في الناحية التانية، واقوم عامل كده، فتولد عندي زي ايه؟ جيب. الجيب ده المية بتقع فيه، فاقدر لو اي مية وقعت فيه بالسكشن اقوم ايه؟ سحبها. طيب نقطة كمان، الاكسس اللي فوق ده احيانا لو ناس وشهم صغير شوية او حاجة بيجي على مناخيرهم فبيضايقهم، يبقى كاتم نفسه، ودي حاجة سخيفة بالنسبة للبيشنت، يعني ولا بق ولا مناخير، طب هيتنفس منين؟ فانا ممكن اعمل حاجة، ممكن اجي اقوم تاني كده، اقوم جايب الشيب بتاعي تاني من هنا مثلا، فديت مساحة لإيه؟ تمام زي ما انتوا شايفين. طب لو انا شغال غطى عليا شويه عادي، ممكن اجي اعمل كده، واخدين بالكم؟ طيب في حركه تانية، في حركه تانية ممكن ما اعملش ده كله، ممكن اجي بالمقص بتاعي واجي اشوف ناحيه مناخيره فين، واجي اقص ايه، اقص حوالين مناخيره كده، واخدين بالكم؟ فبالتالي يعرف يتنفس ايه براحته. طيب انا دلوقتي عايز اعمل تيست لطيف كده اتاكد بيه ان انا عامل سيل حلو، بقوم جايب الاير ووتر سيرنج بتاعتي ومالي ميه هنا، املى ميه، واحط بعيني ريفرنس اشوف الميه، اقعد املى ميه لحد مثلا هنا، وابص كده افضل مراقبها لمده ثواني وافضل اتفرج عليها هل الميه مستواها بينزل ولا لا. في الغالب لو انت عملت كل اللي احنا بنتكلم عليه ده مستوى المية مش هينزل، ويبقى كده انت عملت بيرفكت سيل. ولكن خليني برضو اقول لك على حاجة، ما تعتمدش على البيرفكت سيل ده لحد النهاية، بمعنى ممكن تكون عامل بيرفكت سيل في الاول، بس خلال الشغل ممكن تكون استخدمت سوليوشنز، عملت دوبت الرابر شيب بتاعك، فابتدى يحصل الرابر شيت يتفتح، واحيانا بيدوبه بيفتح فتحة كبيرة جدا، فكل اللي انت شغال بيه بالذات الخطوره لو شغال بصوديوم في حاله اندو او حاجه، كل ده هيقع في زور البيشنت، والبيشنت ممكن يفضل مستحمل لحد ما يجي على اخر لحظه ويقوم مشتكي وتبقى حصلت مشكله كبيره. فبالتالي لازم تكون طول الوقت واعي ومركز بعينيك ومدقق ان مفيش حاجه حصلت طول الوقت، ومفهم البيشنت ان اي طعم غريب بيحسه في بقه او ميه زياده في بقه يرفع ايده على طول، وتقوم عامل له شغال بالسكشن ومراجع للسيل بتاعك.